مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع، وأهلا وسهلا فيكم. اليوم في خبر حلو لأهل أوتوا ومدينة أوتوا. احتلت مدينة أوتوا التصنيف العالمي لأحسن مدن رخاء ومعيشة في العالم، وأخذت المركز الثامن بعد عدد من المدن. هذا المركز يعتبر يعني محصلة للسلام والطبيعة الجميلة وأهل أوتوا الرائعين اللي بيعيشوا هون. في ناس كتير بيسألوا قديش ترتيب أوتوا في كندا. طبعا هذه الترتيبات اللي بتصير أو التصنيفات عادة بتكون مدروسة بطرق عن طريق statistics وشغلات زي هيك، يعني ما بدي اتدخل كتير، بس بما انها دخلت ضمن افضل 10 مدن في العالم فهذا يعتبر شيء جيد. مدينة مونتريال اعتقد اخذت المركز 27 او 26، ومدينة تورونتو اعتقد 35 ترتيبها. فيعني بشكل عام هذا يعتبر جيد بالنسبة للمدن اللي صنفت بأنها من أفضل مدن العالم. طبعا مدينة أوتوا مدينة جميلة رائعة هادية، سكانها معظمهم متعلمين لأنهم بيشتغلوا معظمهم في الحكومة في السيرفيسز، فتعتبر من المدن الرائعة جدا لتربية الأطفال. معظم القادمين الجدد بيعيشوا حياة جيدة هون وكريمة ورائعة، أهلها متعايشين. طبعا فيها ناس من كل الأصناف والجنسيات والإثنيسيتي واللغات والديانات. حتى في عنا هون إحنا منطقة بحكي لك بسموها ساوث كيز، فيها حوالي 120 لغة ناطقة، يعني أهلها بيحكوا ب 120 لغة مختلفة عن اللغة الإنجليزية والفرنسية. فمبروك لأوتوا مرة ثانية، وحبيت أشارككم هذا الخبر، ويعطيكم العافية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.